ليس هناك جديد في قضية الحج. كل ما هنالك أن الوزارة توصلت في شهر مارس، في أوائل شهر مارس، بمراسلة من السيد وزير الحج في المملكة العربية السعودية، تقول لنا تريتوا في التعاقدات. ما معنى التعاقدات؟ هي التعاقد من أجل الكراء، والتعاقد من أجل الإعاشة، الأكل، والتريت، والتعاقد من أجل النقل الداخلي. بمعنى أن هذه التعاقدات التي كانت تتم 3 أشهر و4 أشهر قبل ذلك، قد طلب منا رسميا من طرف وزارة الحج في المملكة العربية السعودية أن نطري فيها، أن لم تقع لحد الآن. ولحد الآن وكما يعلم الجميع، فإن سلطات المملكة العربية السعودية لم نسمع منها لحد الآن قرارا رسميا بتنظيم الحج أو عدم تنظيمه. هذا كل ما يمكن أن أقوله في قضية الحج.